دلوى عيسى دلوى دلوى. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا، في اوضه محجوزه باسم سلوى سامي. اسف يا فندم مفيش. ازاي؟ شوف عندك يا فندم. احنا لسه في اول الموسم واللوكاندا لسه فاضيه، يعني حضرتك اول زبونه عندنا. غريبه. طب من فضلك احجز لي اوضتين، اوضه ليا واوضه تانيه جنبها باسم عصام فريد. حاضر يا فندم. ميرسي. عبد الله تسمح؟ الهان في اوضه 203. اطلب لي مصر 870 569. حاضر. الو عمتي، ازيك يا عمتي؟ ايه انا عمتي دي دايما تتكلم زي ابن عرب؟ انت بتتكلم من الكسندريا؟ ايه الدوشه دي؟ انت عارفه جيهان يا عمتي غاويه مزيكا زي يا جيهان. وصي ريكوردر. ايه ده؟ انا مش سامعه حاجه. بس خلاص سلمي على الماما تحت عمتي. جو كويس في الكسندريا؟ اوه تشاو تشاو. مع السلامة. مع السلامة يا عمتي. يا حبيبتي يا عمتي. اهلا وسهلا محمود بيه. الحمد لله على السلامه يا فندم. ازيك يا سيد صفوت؟ الله يسلمك يا فندم. حضرتك فاكر اوضتي بتاعت السنه اللي فاتت؟ مال يا فندم؟ اوضه نمره 207 يا فندم. فرقت خمسه. اوضه نمره 202 يا سيد صفوت لو سمحت. 202. اسف يا فندم، اتحجزت النهارده بس. يا خساره، انت عارف انا بقالي 3 سنين بنزل في الاوضه دي. سيادتك ما اخترتناش والا كنا حجزناها لك. انت عارف يا سيد صفوت ان الواحد برضو يفضل ينزل في الاوضه اللي اتعود عليها كانها بيت تاني ليه. مظبوط يا فندم. سمعني، اللوكاندا ما هي فاضيه اهي، اشمعنى يعني الاوضه دي اللي اتحجزت والمين يعني؟ الانسه حجزها، لكن اللي حجزها له لسه ما جاش. خلاص ما دام لسه ما جاش. انسه سلوى تسمحي من فضلك؟ محمود بيه متعود ينزل كل سنه في الاوضه 202 اللي حجزها سيادتك. وحياتك عاوزني اعمل ايه؟ ايوه انا حجزها خلاص. الو. ايوه يا فندم، تليفون عشان سيادتك من مصر. الو عصام، ايه ما جيتش ليه؟ ايه ده، انا موتك كده يا بارد يا ابرد من التلج، تجيبني لحد هنا بعدين تعتذر؟ اتفضل حضرتك خد الاوضه.
المفتاح من فضلك يا استاذ صفا. اتفضل. متشكر. الا المدمازيل اللي جنبي دي هتسافر امتى؟ معرفش والله يا فندم. يعني الهانم ما جاتش مع سيادتك السنه دي؟ الهانم سافرت البلد عند والدتها عن اذن. الو الو عصام. الو ايوه يا سلوى. برضه مش هتيجي؟ ما قلت لك الماتش اتاجل. وكمان يا سلوى الامتحان قرب. صدقيني انا مش مبسوط للسفريه دي. ما انت دايما بتنجح بامتياز. وكمان مش عاوزاني اجيب امتياز في البكالوريوس. يعني مش هتقدر تيجي النهارده؟ دلوقتي مش ممكن. اذا كنت مصممه اسافر لك بكره. لا 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 خليها بعد بكره وبذاكر عندك. بعد بكره؟ ياه هستنى لوحدي لبعد بكره. لا بقى تعالى اوام يا بلاش كتير قوي بعد بكره. اصل بكره الماتش ده يتلغي لو ما لعبتش كده. طيب زي بعض هستناك لبعد بكره. باي باي. اكسر
صباح الخير. صباح الخير. نمت كويس؟ ياه، انا ميتة من الجوع. انت مش جعان؟ من فضلك عايزين اتنين فطار، بيض وجبنة. انت مجنونة؟ ليه؟ انت عايزة اللوكاندا كلها تعرف انك في اوضتي؟ يهمك الناس قوي. انا ايه؟ اسفه قوي، اصل انا طول عمري صريحه مع الناس ومع نفسي.
من فضلك. اعذريني، اللي حصل ده كان مفاجأة بالنسبة لي، عمر ما حصل لي كده وفي السن ده. ماله السن ده؟ وانت في سنك تعرف اني اول ما شفتك قلت لنفسي قلت ياه. ايوه، اصلك ما تعرفش لما اقول لنفسي ياه يبقى معناها ايه. تعرف وانت بتتكلم عشان تاخد الاوضه كنت عايز اكلك. تاكليني؟ حذر، اكتر حاجه عجبتني فيك ايه؟ ايه؟ شعرك الابيض هنا وهنا وعينيك ياي على عينيك. انت عمرك كام سنه؟ ملك ومال عمري. عمرك كام سنه؟ عمري 2000 سنه. جد 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 بالظبط 1972 سنه. لكن لو فكرت تلاقيني قد ال 2000 سنه. وانت عمرك؟ عمري حوالي 45 سنه. شوف انا اكبر منك بقد ايه. عشت كم سنه من عمرك؟ عشت كتير. عشت. باي. هلو. الو. ايوه، ازيك يا مديحه؟ ازيك انت؟ اتكلم. وحشتني قوي. بتعمل ايه؟ كل حاجه تمام. وانت كويسه؟ ماما ازيها؟ ماما كانت تعبانه قوي ودلوقتي الحمد لله. يا اختي جيبي بقى عايزه اتكلم. الو، ازيك يا محمود يا ابني؟ وحشتني. الحمد لله. ازاي صحتك انت؟ خلي بالك من نفسك يا ابني. متشكر يا نينا. الجو هنا كويس قوي. من عندنا بيسلم عليك عمك الشيخ عبد السميع والحاج شرقاوي وابراهيم ابو زيد وطنطاوي والشيخ ابو الفتوح ورمضان ابو العينين ومأذون البلد وشيخ البلد والفقي وكلهم بيسلموا عليك. اسكت
فيها مديحة. خليني اتكلم. استنى امانة. استني المدة هتخلص. محمود ازيك؟ وحشني قوي. وانتي كمان. دايما هكلمك. خلاص يا فندم المكالمة انتهت. مع السلامة. صباح الخير يا سيد صفوت. صباح الخير يا فندم. في حاجة غريبة حصلت دلوقتي. ازاي يجيني تليفون في أوضة 203 وأنا ساكن في أوضة 202؟ أصل يا فندم ما لقيناش سيادتك في أوضة 202. قلنا يمكن تكون سيادتك في أوضة 203. وفعلا لقيناك هناك. أيوة كنت. أصل أنسة سلوى أنت عارف مفيش بيني وبينها أكتر من الصداقة، مش أكتر من كده. زرار اتقطع من قميصي فديته لها تركبه، مش أكتر من كده. ومين قال يا فندم إن في أكتر من كده؟ كلنا هنا في اللوكاندا عارفين ان مفيش اكتر من كده ابدا. ارجوك يا سيد صفوت ان كل واحد يعرف كده كويس قوي. انت عارف طبعي واخلاقي. فاهمني؟ فاهمك يا فندم. فاهمك. متشكر. فاهم. السلام عليكم. عليكم السلام. مصرية؟ اسمي سوزانا. وسلوى؟ اتولدت في مصر. معقول كده؟ لكن زرت لندن ونيويورك وباريس. وبترجعي تاني؟ اللي يشرب من مية النيل. انا بحب مصر قوي وكل اصحابي هنا. سوزانا اسم حلو. انا بحب سلوى اكتر وكل اصحابي يعرفوا اني سلوى. بتشتغل ايه؟ بشتغل واحد زائد واحد يساوي اتنين. مدرس؟ لازم محاسب. لا. امال ايه؟ مدير بنك. وبتقضي وقتك ازاي؟ بروح النادي. نادي؟ ايوه النادي بتاع البنك. وبتلعب ايه؟ كروكي. يا جامد. بتعملي ايه؟ برسمك. راجل بشنب وطربوش بزر وماسك بدل المنشه مضرب كروكي كده اهو. طب خد. تعالي كده. تعالي هي. تعالي انا بعرفش اهو. تعالي تعالي بقولك ما بعرفش اهو. انا ترقص؟ معرفش. هتعرف. ما انت بتعرف ترقص اهو. معاكي بعرف كل حاجة. أنا ما بشربش.
عمري ما شربت. هتشرب في صحتك. في صحتك. انت عارف دي حفلة الوداع. وداع؟ صدقني لما اقول لك ان اوتيلو يجي قبل ما اتعرف عليك. مين؟ عصام. ضروري هيوصل بكرة. عصام مين؟ صاحبي. وانا وانا خلاص. آخر ليلة لينا مع بعض. خلاص. خلاص. أنا كدابة. مش خلاص. مش ممكن نسيب بعض بالسرعة دي. أنت حاجة تانية. أنا ما أقدرش أسيبك. لما يجي ترده قول له سلوى مش عايزاك. قول له سلوى بتاعتي. قول له أي حاجة. موديل سلوى سامي موجودة؟ موجودة في الريستوران. ميرسي يا فندم. اتفضل. عمي محمود بيه. عصام. تشرفنا يا فندم. تسمح؟ عاوز اتكلم معاك كلمتين. اتفضل. في حاجة يا فندم؟
انت مدي ميعاد لسلوى تقابلها هنا؟ انا بتفسح. امال ازاي تبوسها قدامي؟ اخدها بوسها بريء. احنا في اوروبا هنا، احنا في مصر. ايه اوروبا وايه مصر؟ مفيش حد يقدر يستغنى عن انه يعبر عن عاطفه. انت بيجح قوي. بتقول ايه يا فندم؟ بقول انك بيجح. متشكر. علمونا مش هرد علشان حضرتك بس يا عم سلوى. واذا ما كنتش عمها؟ برضه متشكر، علشان حضرتك زي والدي. وكمان بتقول زي والدك؟ بلاش زي والدي، زي عمي. انت تاخد عربيتك دلوقتي وترجع زي ما جيت. ارجع كده بعد ما سافرت وتعبت؟ اما العربية فكرك يعني هسيبك تقعد معانا؟ انا هقعد في اللوكاندا اذاكر. بقى في حد يجي يشتري عبد الرحمن عشان يذاكر؟ مش موافق حضرتك؟ خلاص. خلاص ايه؟ خلاص اسافر بكره. اسف، ما تبقاش داوى. صدقني نسافر بكره. ده نفسه مفتوح قوي. عصام نفسه مفتوحة دايما. ده مسروع. بص قدامك. انا عملت حاجة. لو ما بصتش قدامك انا هقوم الوحه. تلوحه ايه؟ عمره 2000 سنة راخر. اكتر. سلوى 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 سلوى. عاوز ايه؟ افتحي. ما اقدرش، عمي قافل الباب بالمفتاح. سلوى كلمي، رحت فين؟ يلا روح نام كده. طيب انا هفرجك. محمود بيه، الأنسة سلوى في البحر. ومين قالك اني بدور على الأنسة سلوى؟ متأسف.
هنسيب اوضنا في اللقاء. تبقي في بيت وانا في بيت، ازاي هعيش بعيد عنك؟ صحيح اتعودنا على بعض، لكن هنعمل ايه؟ مفيش فايده بالسهوله دي. لازم في طريقه، لازم. ايه؟ صدقني انا قلت قبل كده انت عندي حاجه تانيه. يا حبيبي لكن انا مش صغيره، انا عاقله، انا عمري 2000 سنه وعارفه ان حياتنا مع بعض هتنتهي بمجرد ما نسافر. ما تقوليش كده. مجرد ما عربيتي تبعد عن اللوكاندا والبحر هقول لنفسي خلاص. سلوى ارجوكي بلاش تقولي الكلمه دي. انت ضربتني ما قلتها قبل كده. عمري ما حد ضربني. اضربني تاني. اضربني؟ انت مش عارفه اديتيني ايه، مش عارفه انت ايه بالنسبه لي. انا مش قادر اتصور لو بعدتي عني ساعه واحده عايش ازاي. هتعيش وهترجع لمراتك وشغلك واصحابك. هرجع للسرير. املي الوحيد اني هبقى اشوفك. بقول ايه، بلاش تفكر كتير، التفكير بيتعب. احنا مع بعض دلوقتي خلاص. تليفون من مصر. عن اذنك. الو، ازيك يا مديحه؟ بقول ايه، ما ناجل سفرنا كام يوم او تقضيهم مع ماما، هو احنا ورانا ايه؟ انا اقدر امد اجازتي، مفيش داعي. طيب خلاص انا جاي بكره ان شاء الله. طيب وانا كمان. حاضر. أيوة أيوة، لما نتقابل. مع السلامة. اسمحي انزل هنا واخد تاكسي للبيت. عندك حق. هبقى اتصل بيكي بالتليفون. انا بقول نعتبر حياتنا مع بعض كانت رحله وانتهت. من هنا نقدر نقول باي باي ونفترق. انا مش عايزه اتسبب ان حد يتألم بسببي. حد مين؟ مراتك. هناك كان حاجه تانيه، كنا لوحدنا. أرجوكي بلاش تفكري التفكير ده. برضو هتصل بيكي بالتليفون.
الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا مديحة. ياه، انت باين عليك ما كنتش بتاكل ابدا، خسس قوي يا محمود. الله، وبتقولي اني خسيت ليه؟ فين الايدين الحلوه اللي تعمل الاكل ده هناك؟ انت وحشتني قوي، وحشني كلامك الحلو، ووحشني اكلك الحلو. بالهنا والشفا. ازيك؟ الله يسلمك. حلو حلو. احكي لي عملت ايه في السفر؟ انا اكل احسن. احكي لي وانت بتاكل. احكي لك ايه؟ اهو كنت عايش. عايش مبسوط من غيري؟ كنت بحاول اتسلم. مش ممكن تنبسط من غيري. عندك حق. مالك؟ في ايه؟ في ايه يا محمود؟ ولا حاجة، بس تعبان شوية من السفر. عندك حق، أنا كمان تعبانة من السفر. ما تضايقش يا حبيبي، نام استريح، الأيام قدامنا كتير. سلوى، انا محمود. المزيكا جميله قوي. مين معاكي؟ مفيش حد. مؤكد في حد؟ مؤكد في حد؟ قولي لي الصراحه. قلت لك مفيش حد. وصح ده ليه لحد دلوقتي؟ قلت انك لازم هتكلمني، انت عارف ان ما بيجينيش نوم بدري. سلوى قولي لي الصراحة. وبعدين معاك،
انت عارف لو كان معايا حد كنت قلت لك. سلوى وحشتيني، ما كناش بنبعد ساعه واحده عن بعض. مش هيجيني نوم، حاسس كاني في سجن. تعالى يا مجنونه، تعالى يا مجنونه، حرام عليكي. اجي ازاي؟ تاخد تاكسي. تاكسي؟ شارع الاخشيد نمره 3 مصر الجديده. شارع الاخشيد نمره 3 مصر الجديده من فضلك. ادخل العماره ما تخافش، عم حسين البواب بينام وهو قاعد. انا ساكنه في الدور الخامس. انت هتجننيني، مش كفايه اللي عملناه؟ هو اللي عملناه ده مش كان جنان؟ جنان؟ خبط على الباب بشويش، انا هكون جنب الباب. عمتي بتنام من المغرب ولا المدافع تصحيها. ما نتفق من دلوقتي. انا عاوز انام بقى بكره. طيب بكره. تصبح على خير. وانت من اهله. الو 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 هكلمك بعد شويه من الشارع. مين يا محمود؟ لا مفيش، الظاهر حد بيعكس. تليفون من فضلك. ايه اللي عملتيه ده؟ اصلي خارجه، خفت تتكلم ما تلاقينيش. رايحه فين؟ رايحه النادي. ما تتصورش قد ايه التليفونات اللي جات لي الصبح. من مين؟ من صحابي طبعا. عرفوا منين ان انا جيت؟ مش عارفه. النهايه اتفقت معهم اننا نتقابل في النادي. ما تيجي. اجي النادي؟ وماله؟ واصحابك والناس. بعدين معاك بقى هتقعد تقول لي اصحابك والناس، يبقى مش هنتقابل خالص. هسيب لك خبر على الباب عشان يدخلوك. ما بلاش تبقى مش عايز تشوفني. باي باي بقى، احسن اتاخرت. على فكره انا سمعت صوت مراتك، صوتها حلو قوي.
من فضلك مدمازيل سلوى سامي. مين سيادتك؟ أنا عمها محمود سامي. اتفضل اكتب اسم سيادتك. اتفضل يا فندم. شكرا. أفضل مستني كده أكتر من ساعة. مش كنت بلعب؟ إزيك؟ مش مبسوط يا سلوى، ما ينفعش كده. أقول لك أنا لازم بسرعة آخد حمام، تقابلني هناك في البسين؟ أقول لك مش مبسوط تقولي البسين. هنتكلم هناك، ما أقدرش أقعد كده بعد الماتش، أنت عاوزني آية؟ باي باي دلوقتي. باي باي. مديحة، أنا آسفة، ما كنتش لازم أعمل كده. غصب عني. وأنا كمان غصب عني. بلاش نحاول مرة تانية يا محمود، بدل ما نضايق نفسنا. يعني قست مني؟ مش قصدي. أمال قصدك إيه؟ متأسفة. أنتِ مش عارف، اتغيرت، ما بقيتيش. أنا ما اتغيرتش، أنت اللي إيه؟ اتكلمي. ولا حاجة، ولا حاجة. تصبح على خير.
الو مين؟ من فضلك ممكن اكلم مدمازيل سلوى؟ وبعدين ولد انت، انت عفريت؟ حد بيتكلم في الساعة دي؟ سلوى مش هنا، عندها بارتي في النادي. متأكدة حضرتك انها في النادي دلوقتي مش في حتة تانية؟ انت تاني قليل الادب، احنا زي ولاد عرب مش عندنا بنات تسهر في حتة تانية. انا لو شفتك هوريك، هنشدك من ودنك. فاي الجابلو. وبعدين يا محمود مفيش حاجة تستحق انك تزعل كده. لا مش زعلان ولا حاجة. وانا مش عارفك. تعرف انا الحكاية دي ما تهمنيش خالص. لكن تهمني انا. يا حبيبي ما تعذبش نفسك، كفاية احنا مع بعض. انا يسعدني كلمة حلوة منك، يسعدني بس ان اشوفك جنبي، تسعدني الذكريات الجميلة اللي عشناها مع بعض 15 سنة. انت بقى ما بتحبنيش اللي علشان. يا مليح انا راجل لازم احس برجولتي، لازم اشوف طريقة. طيب يمكن في اي حاجة، لو عايز روح لدكتور، مش علشاني، علشانك انت. من فضلك مدمازيل سلوى سامي. متأسف يا فندم. مش موجودة؟ موجودة، بس هي قالت لنا مش عايزة زوار. بس أنا عمها. متأسف. انت جيت عملت ايه عند الدكتور؟ دكتور عايزه تطمني؟ ملقاش عندي حاجه. العيب مش مني، العيب منك انت. مني انا؟ طب وانا ذنبي ايه؟ ما كنا كويسين مع بعض، ما تغيرش الحال الا بعد ما رجعت من السفر. يعني ايه بعد ما رجعت من السفر؟ كنا ماشيين زي الساعه، كل يوم خميس نتعشى. عشا بارد. كنت بتحبه؟ كنت زي الساعه، لكن من غير احساس ولا شعور، كاننا حجاره من غير روح. كام سنه كنت جاهل مغفل مش داري بالدنيا، كام سنة عايش من غير حب. عارفة يعني ايه بقى الانسان عايش محروم من الحب؟ وانت عارف يعني ايه يعيش وهو بيحب انسان ما بيحبوش؟ عارف يعني ايه؟ عارف. مش عارف، مش عارف ابدا انك تحب، انك تحب مرة واحدة في حياتك. كل تجاربي ان حبيت راجل واحد، حتى احلامي قبل ما اعرفك، قبل ما اشوفك، كانت عنك. كل عواطفي اديتها لك، كل حياتي كانت لك، وكنت منتظر ان اشوف نظرة حب في عينيك، كنت منتظرة ان احس ولو لمسة عطف منك. كنت انسان مثالي، لكن انسان من حجر، من اسمنت، من حديد. وانا اديتك كل حاجة، خلاص ما بقاش عندي حاجة، ما عنديش اديلك بعد كده. جريه يا ابو حنفي، عمرك ما عملتها. مش عارف، الظاهر تعبان شوية، عن اذنكم. الله، محمود.
يا ابني الايه؟ انت يطلع منك ده كله؟ عيني علينا. اسكت يا رجب، انا هتجنن، مش عارف اعمل ايه. انا زعلان على نفسي. ده انت اللي حصرتني على نفسي، عشت وحموت وما حصليش اللي حصل لك ده. عيني عليك يا رجب. المهم دلوقتي اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه. ما تجرب مع حد تاني غير مراتك، ما دام ما بقتش زي السلوى. حد تاني مين؟ مراتك دي ايدك منها والارض. انا مراتي من زمان خلصت منها. وبتعمل ايه؟ عاوزني انا كنت اعمل زيك؟ انت مسحب، ما عشتش شبابك وانت صغير، عشته دلوقتي. قول لي بتعمل ايه؟ اسمع، اكتب نمرة التليفون دي عندك. تليفون من فضلك. اتفضل. الو، انا عاوز مدام ميمي من فضلك. حضرتك صديق ليا اداني نمرتك. ايوه، انا عاوز معاد، بس ارجوك تكون صغيره وجميله، يعني 19 سنه، شعرها اسود وعينيها. عاوزها تفصيل؟ لا 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 لا، ما اقصدش. انا مستعد لكل طلباتك. ايوه، متشكر قوي. فاهم فاهم، جميل خالص. طيب، مع السلامة. شكر. افتح لي السوستة من فضلك. الله، مال ايدك بتترعش كده ليه؟ لا مفيش. ايه ده؟ هتنام بالبدلة؟ ها؟ اه، عندك حق. ما تيجي. عجبك؟ لا، بس تعبان شوية. اسمح اتكلم. اتفضل. الو الو الو، تعال يا مجنونة. تعال يا مجنونة. عليكي اجي ازاي؟ تيجي ازاي ايه يا حبيب؟ تاخد تاكسي. تاكسي؟ انا ساكنه في شارع الاخرين نمره 3 بمصر الجديده.
ممكن. أدخل. ما هو لازم آخر مقابلة وآخر كلمة. كأني نفسي دي عبد الرحمن، مفيش حاجة اتغيرت أبدا، كل حاجة زي ما هي. تعرف أنا كنت متأكدة إن أنت اللي كلمت في التليفون. سلوى وحشاني قوي. وما استغربتش إنك دخلت أوضة نومي. تعرف سبتك ليه؟ ليه؟ زي ما أنت قلت، آخر مقابلة وآخر كلمة، بعدها تتأكد إن مفيش فايدة. مش هقول لك خلاص لاني قلتها اول ما جينا مصر. سلوى كنت دايما بقول لك بلاش الكلمه دي، ما دمت انت موجوده في الدنيا وانا موجود مفيش خلاص. خلاص خلاص. لا لا ما تقوليش كده. قد كده بتكرهيني؟ قد كده عايزاك تبعد عني، تخرج من حياتي. يا ريت تخرجي انت من حياتنا.
مديحة. Doop 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 do